مساء الخير. اليوم أول حلقة من برنامج هاي واي. هذا البرنامج نختار ضيف ونوديه لعدة محطات بحياته، طفولته، أول حب، أول مكان اشتغل به، ببساطة، بجمالة، بتعبة، ونكتشف عن حياة الضيف بالأماكن اللي إحنا راح نختارها. اليوم ضيفنا شخص حساس، جميل بمعنى الكلمة، ترف قصائد تأخذنا الأماكن تشبه الأحلام. يعني عن نفسي من أسمع أشوف حلم، أشوف شيء حلو دائما. صوته عذب جدا جدا جدا، يعني يدخل القلبنا بدون ما يدق الباب. كل شخصين يحبون ونحلت مشاكلهم بسبب هذا الشخص. ايه بسببه؟ لانه شخص حلال مشاكل بعاطفته وباحساسه وبنصايحه الحلوه الرومانسيه. ما راح اقول لكم منه. هو وفي جدا، حساس جدا. راح اخذكم للمكان الموجود به هذا الضيف حتى ناخذه برحلتنا اليوم ونكتشف وياه هواي شغلات عن حياته. سكرت، ما راح اقول. الله تعالى. الو، هلا، شلونك؟ شخبارك؟ انا وصلت بالباب، انتظرك تطلع. يلا تمام، بانتظارك. هلا وانغام، شلونك؟ ما فارس ان شاء الله تمام، الحمد لله، ماشي الحال. شلونك الصحه، الاحوال؟ كلها تمام، كلها تمام، كلها تمام. يعني وين مرتب؟ اي انا دا افكر هسه بهاي الثواني الراحت، دقائق، دا اقول سبحان الله، الواحد الا يصير له لقاء يلا ممكن يصير صديق. ترى عيب، صدق عيب، واقفه يعني صدق لازم نستحي. انا استحي نفسي يعني. شلون؟ لا احنا جد حكينا. انا اشوفك بس باليوتيوب يعني. أنا ما أشوفه في اليوتيوب، أشوف لقاءاتك. جزء اثنيناتنا مو من الناس اللي منطوين يلتقون هواي باي المجاميع مع الوسط برج الثور. برج الثور شوية صح انطوائي. وأنا برج الأسد هم انطوائي جدا، مو كلش اجتماعي يعني. مو كلش اجتماعي، بس يلا صارت فرصة. والله فرصة سعيدة جدا جدا إلي والقناة السومرية. فدوة القلوة. إحنا يعني من معجبيك. لا على رأسي. قناة السومرية بالمناسبة أول قصيدة إلي نجحت أي كانت من خلال السومرية. صحيح. أول قصيدة كانت فصيحة وشعبي اللي هي أشهد، وكانت غزل. يعني أذكر قرأتها بالسومرية. شو تقول؟ تقول أشهد أنك وطنا تحدى في ملامحه خيال الإنس والجاني. الله. جميلا يحتوي نهرا وغابات وبستاني، أحبيني بلا عقد وزيديني ويا امرأة. قصيدات لك كتبت، أنا ألهبت قباني، مدري مني أن جاي اشتاق، مدري مني أن أريد أبني. هاي نات تحويلة. إيه إلى آخر القصيدة. فأذكر أني هاي بالسومرية كانت انطلاقتها. اليوم شلون الحر؟ لا لا لا، أنا مشكلتي مو هنا. أنا إنسان مو نهاري، إنسان ليلي. ليلي أنت من زمان، أنا دائما أشوف لقاءاتك يعني. يعني الصبح يعني أطلع أقول العالم شو قلت لها قد تقعد. أي صحيح. وتطلع إحنا حرنا مو طبيعي. مرتاح يعني. مرات يقول لك الرزق من تقعد الصبح، رزقك يعني يجيك لعندك. هايك ولد صديقنا قال يقولون اللي ياكل سمك يوم الاربعاء يرزق. هاي امي كل الاربعاء احنا حاطين سمك قاعدين. قالوا صار لي 6 شهور اكل سمك من يوم الاربعاء لحد ما ابو سمك كان يطلب لي 500,000. الرزق للي يسعى، للي يسعى بغض النظر شو قد يقعد الصبح بالليل الظهر. معتقدات بس هي معتقدات اجدادنا دائما بها حنيه
ليش متمسكين هم فيها؟ عاطفيين اكثر من ما هم عقلانيين. صحيح. يعني قلبهم يقودهم مو عقلهم. مهند حنيتك وين اليوم؟ حنيتي وين انا على كل العالم اللي احبهم؟ يعني ما اعرف سبحان الله هاي الصفه دائما ما تنقال لي، يقولوا لي انت حنين. يعني اكو حنيه بقلبك؟ اي دائما ادعي رب العالمين ما ينزعها هاي الحنيه وتبقى على الناس اللي نحبهم وعلى الناس. انا حن على يعني اذا بيوم من الايام قعدنا انا وصديقي هنا وسولفنا سالفه حلوه اقول محن عن هذا المكان. بسيط انت هوايه متواضع. جدا. يعني اي مو متواضع لا بسيط. انت اي مكان اي مكان تندمج بيه طبعا ما عندك يعني احس ما ادري اني قلت لك مواني قلت لك اني بدي احلل احس بدنا نتعرف نتعرف على بعض اي بدنا نتعرف ايوه يعني ترى عيب والله عيب حقنا اي اي يعني انت شايف كل المقدمات كلهم 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 ما ماكو احد صار سنين بالوسط ابد بس يعني لقاء بمهرجان بس انت ما اعرف ما ادري ليش يمك سالي روحك انت قاعده بالبيت كملي تصوير تروحي تقعدي وانت قاعد بالبيت انا قاعد أنا قاعد أي مكان أنت تقعد بيه إن شاء الله على الرصيف طبعاً أكلة طيبة سالفة حلوة أنت تقعد وخلاص هي مو هنا المشكلة تدرين وين؟ شوفي أنا دائماً ما كنت أقول هاي الجملة أنا شفت الدنيا كلش من فوق وكلش من جوا صحيح يعني من الجامبين اكتشفت في الاكتشاف كلش غريب المتعة ما مخترنا بمستوى مادي ولا بمكان معين 100% ممكن تحصليها بأبسط أبسط أبسط مكان. واكتشفت شيء أكثر وهو هذا اللي أنا ما أخذ خلينا نقول قانون أنا ماشي عليه. حلو. أنا جوز أنغرب مهند بشخصية مهند مو مهند العزاوي. أي فهمتك إيه. يعني الشهرة والشعر والنجاح مو ماخذات مني هواية ما نفكر بيه. عايش مثل ما بس اكو ناس اخذتهم هاي الشهره والفلوس والبهرجه والماركات لا اني يعني قبل هو مثلا كان يقعد بكذا مكان بسيط هسه شي يقول لا لا ما اقدر لا سوري هذا مو مستواي بس انت مهند نفسك مهند اعرف وين تاكل كل شيء احنا راح افررك فريره تجنن بمحطات انا كلش متحمس بالمناسبه يعني مفاجات خيال يوم انا كلش متحمس اليوم راح اخذك مكان حتى راح اشوف دموعك اريد اريد اشوف حنيتك اريد اشوف هذا الحزن اللي بقلبك اللي ضام علينا صح انت شوف انا تعرف شنو احلل اقول انت تغطي حزنك برومانسيتك اغطي حزني حزني برومانسيتي لا 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 انا ترين شنو شوف شلون انا بدون رتوش انا كتاب مفتوح من احزن ابكي حلو من تطلب انت غزل اتغزل اريد ايش عايش باللي تحسه باللحظه اني انت انسان اني يعني الان بالضبط خلاص بالضبط يعني شنو احس الان اني خلاص اطلع وما اعرف اكذب بالموضوع يعني ما اعرف اطلع يعني شوفي سنوات اراجع نفسي حنطيك سر يلا انا كلش ما اتابع نفسي ابد انا بعمري بحياتي ما سامع قصيده الي يعني مشغلها على مود اسمعها بس تعرفين من بندست الصوت وهاي التفاصيل لازم ندقق صار سرك بقهوه صدق حلو هذا السر اي سرك بقهوه لانه وايد يشوفونه ولا انا اشوف لقاءاتي ابد هل قد ما عفوا اكو لقاء من اللقاءات انا رحت كلش متنشن كلش معصوب زين وحالتي النفسيه كلش تعبانه وانا بصوره عامه ايش تحسين اكو فد مجموعه مال الغوامق دا تمشي مو 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 انسان هل قد ما كنت ضايج من شفت اللقاء انا هذا قصدت اشوف اللقاء مو مهند اللي يحكي لعد هل قد ما كنت عفوي كل يعني ردودي كانت سلبيه اوف يعني كانت هاله من السلبيه مسيطره كلش عليك بالضبط فما اعرف اضم يعني مشاعري ما اعرف اضمها ابد يعني بس هو هذا الشيء مرات احنا الشاشه انت مقدم برامج انت يعني شاعر زائد انت مقدم برامج هاي كنت بدي احكي لك ضيف مقدم البرامج لازم انه يعني مثلا اني اليوم الصبح قعدت على خبر ممكن نوعا ما مو حلو زين بس شديت من ازري لا كنت ضيف مو كنت مقدم حلو لا انا من نجي مقدم اسد الباب التقديم هواي علمني هواي طور من ترى يعتبر من التنفيذ طبعا التقديم طبعا من جانبي جانب معين يعني انت ممكن واحد قاتل كتله تروح تسد الباب تنسى كل الدنيا تحطه بصندوق وقفله وين ادب المفتاح بالشط اي أيوة والله وهي بالصدفه اصلا موضوع التقديم صار لي بالصدفه يعني انا شاعر اي
اتصل علي رجل قال لمدير الاذاعه الفلانيه اهلا وسهلا، قال صوتك داعي تعال قدم برنامج داعي. صح انت صوتك جدا اذاعي. رحت قدمت البرنامج. انا كلش حبيت الموضوع، حبيته بطريقه ما تتصوريها يعني. هو مش الموضوع بعدين حسيت بهذا اللي تحشين به، انه نوبات الناس دائما ما تريدش بابها حله. بالضبط بابها طله. والمشهور بالعراق قل اريد احكيها على مود ليش تبقى حصره بقلبي. لا لا احكيها. احنا وضعنا بالعراق مو مثل الخارج. اكيد مشهور الخارج خلينا نقول على مدرستين اللي هي المصريه واللبنانيه. حرفيا يكون مرتاح من كل شيء. انا ما راح احكي على الجانب النفسي لانه ما اعرف، يجوز اكو بيهم الله يساعدهم، بس احكي على العام بصوره عامه. الصوره العامه بصوره عامه فهمتك. حرفيا مرتاحين. العراق ايش بيه؟ لا يعني شنو اللي تحسه؟ يطلع فنان. انا فنان. تحس انه محاسب طفولتي مراقب. الفنان العراقي اولا محاسب بقيود خانقه نوعا ما. اولا. ثانيا والاهم من هذا، عمر الفنان العراقي ما اخذ حقه المادي والمعنوي. زي مهند العزاوي اخذ حقه وزايد. الف الحمد لله وشكرا. الف الحمد لله وشكرا. هسه راح اخذك المكان سربرايز. كميه الحماس اللي مفاجئه وحماس بحيث من تشوفه راح تعيط. سياقتي زينه. شلوني فاجئتيني؟ انا كنت خايفه اسقط وطاني سمريه ترى. انا قلت له وصلت البارحه دق لي يوسف قال لي راح تدعمين راح ما ادري شو. قلت له يوسف بس الطين يصير الحمد لله يا رب. اقول لك انا مستعجله. قلت للشيخ زين المفروض بالختام. لا 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 بس هادئة حلوه. لا لا هادئة مريحه يعني. يعني كلش احب السياقه الهادئة مريحه. يلا نروح. نروح يلا. كباب الزهراوي، قص بركات، بركات الرحمن، مو صحيح؟ يعني احنا نحشي غير بدون يعني بدون من نحسب حسابي راح نسوي اعلان عادي؟ ايه طبعا. اوكي. ثاني هذا الكباب اي الزهراوي اي واكو مكان مال قص هنا اسمه قص علي. زين. انا كلش ذواق بالاكل. مبين. اي يعني ذواق يعني. يعني شوية مدبدب. لا بصورة عامة يعني أنا أبقى مثلاً عندي استعداد أبقى جوعان أو ما أكل أكل أنا ما أحبه. أي أنا مو تأكل أكلة طيبة وتحبها وتستسيغها. فقص علي هذا هنا. أنا أي. أي. يعني ونهاية العالم. بعد مثال الرصافي ذكرياتك هنا شلون بس بدعت شلون مفاجأة أمانة. ناسة وقفنا. شوفي أنغام هقولش على شغلة كلش مهمة. الرجل. حتى من يكبر يكون او حتى من ينضج يكون رجل متزن كشخصيه لازم يعيش كل الاحاسيس. لازم يعيش احساس صعوبتها مرورتها بحلاوتها بجمالها باذيتها بحزنها بكل شيء. صح. على مود من من ينضج يكون رجل متزن يعرف يعرف شلون يخلي قيمته بالمجتمع اللي هو عايش به. هي شويه الدنيا حاره. ايه بس لا انا هذا الحر هذا الحر متعود عليه يعني. يستاهل التمثال. زين لا نحكي يمنا. يلا هذا المكان هنا نقليات البصره. ايه هاي من يجون مشتريه من البصره ياخذون الغراض ويذبوهم بالنقليات. ايه هنا نقليات البصره يحملوهن ويودوهن للبصره. هنا هاي العمارة طبعا هي عمارة الرصافي. هذا المحل اللي انا كنت اشتغل بيه اللي مكتوب عليه الزهراء. اي هذا هو المحل اللي بصفه. اي بس لانه انشالت القطعة مالته. كنت يعني كنت تكتب شعرك او تشتغل؟ انا هنا أنا كاتب الحساي الدافي وكاتب المشكلة وكل اغلب القصائد كاتبها. هم تدري اللي هي الاغنية اللي انت حاطتها؟ انا هنا أنا كاتبها. اي لا هاي المنطقة مهمة جدا مهمة بحياتك. ومهمة وغريبة وحلوة ومت يعني تدرين انا من نوبات تضيق علي الدنيا. ايه اختنق مثلا اريد اطلع اغير جو اجي لهنا. هسه احنا قاعدين يم تمثال الرصافي اللي هي حياتك التعب المعاناة. شلون صار مهند لحمة؟ شلون يعني ايه ايه
شلون تحدى وصار؟ ما ترى صعب. انت قلت لي يا انغام انا شفت الأسوأ بس بقيت نفسي، عليت عليت وصار عندي وبقيت نفسي. يعني ما اعرف اذا كاميرات تقدر تاخذ هاي هسه كلها راح يمكن اسعدنا الفلاي كاميرا تاخذ كل الاجواء. هذا كان شغلي بالضبط هيك، هذا نفس هاي لا هو هذا يعني اول يوم عبرت اول يوم شغل كان يوم 25/9/2008 اوف يعني حافظه باليوم وبالتاريخ. فمن دا اصعد بالعربه انا على الجسر شفت رجال كلش كبير نازل هو صادفني فقلت هو بيني وبين نفسي قلت الخيار لك، تقدر تبقى هنا لحد ما تصير بهذا العمر او تحاول تشوف لك طريق ثاني طور من نفسك. اي بوقتها عاد رجعت الدوام والمدرسه كملت مسائي اي دخلت كليه الاداره واقتصاد الجامعه المستنصريه والحشايه الدافيه انا هنا كتبتها بالضبط يعني يعني رجعت للبيت اتذكر كل تفاصيلها. رجعت للبيت تعب وتعرفين شغل يعني متعب كلش، سديت باب الغرفه مالتي وسددت الشبابيك طفيت البنكه فتحت التليفون عشان اسجل الفويس مال القصيده بالتليفون ونشرته ودزيت لصديق عنده شنو باليوتيوب قلت نشر وسبحان الله هي هاي كانت النقطه اللي هي نقطه الاختلاف. شاي الدافيه هم تدري المشكله اي المشكله اللي تدري من نحتاج لك شو تسوي بي العازه الله هم تدري شو يحس القلب لما يريد اعزازه اعزازه من جاب طاريه كوفز وضحك بوجهي اللي يستفز وتحمل استفزاز ما اقدر ازعل واختي اللي في ادوب عدش كم كذب فيه هنا انشال جنازه عماني قبلك فارقت شو بس عليك جوازه سلام بس عليك جوازه مو علي من حلو بدون ذكر اسمه لا 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 وبدون اي ها يعني هسه انتم احس انه انتم متكتمين على العلاقه جدا. انا كلش مرتاح عاطفيا حاليا الحمد لله مستقر اي تقريبا صار سنه ونص واو ان شاء الله يا ربي 100 في دول قلبك وهذا الموضوع يعني كلش غير بي للافضل كلش هواي غير بي للافضل. شنو اللي غيرت بي؟ لا غيرت بي خلتني ملتزم اهتم بشغلي ممكن خلتني نوعا ما ما اريد اقول منظم لان انا صعب كلش اصير منظم اي قلت الاسد مو منظم اي بس بديت ها يعني اكو امور هوايه وكلها للافضل يعني فبالجانب العاطفي مستقر وما اريد مشاكل وهاي الاسئله اللي تجي بيها منا ومنا وخلينا نغادر هاي نغادرها زين. هذا المكان اكيد ربطت يعني صارت عندك صداقات فيها طبعا احنا علاقات كبيره يعني كصداقه. شوف احنا من المستحيل نقدر نصور الصبح مستحيل هنا اي يعني نار لا لا يعني احس يعني تعبالك هذا الشارع هذا الشارع الصبح هيك ازدحام ازدحام بطريقه ما تنوصف صحيح. انا هاي العماره على طولها هذا المكان كله كله اصدقائي يعني كلهم لو جايين بالوقت اللي هم فاتحين به هذول كلهم اصدقائي كان اكلنا من قص بس قص لا شو اسمه؟ قص علي قص علي هسه لا صرح يمك وين؟ المحطة الثانية شو بعد محطة؟ والله شو تخوفون بعد بس مفاجآتكم حلوة عندك علاقات هنا طبعا يعني متواصل وياها؟ شو بعد عندي علاقات يعني انا مثلا علي هذا الرجل اللي انا اشتغلت يمه فترة ورا ما يعني العربان بصوره عامه هو شغل حر صحيح بس اكو فتره اشتغلت ويا هنا ويا صاحب بسطيه علي بالضبط علي الحسون هذا يعني صديق روح مستحيل اقدر ما اتواصل وياه وبعدين انا ما منقطع عن هاي المنطقه يعني انغام انا مستحيل يمر شهر مستحيل اذا ما جاي تساليني تقولي لي اخر مره اجيت هنا شو وقت راح اقول لك بالضبط قبل ما 9 ايام لو 10 ايام عافية عليك الما عنده أو هذا مثل مهم ما عنده أول ما لتالي حسه شنو القصيدة اللي تناسب هاي الأجواء القصيدة يعني نقراها راح أقرأ قصيدة جديدة لسبب ليش
شيء من الثناء لهذا المكان وشيء من الشكر لهذه البيئة. أي. خلينا نقول بصورة أو بأخرى أريد أقول لها شكراً أني اليوم قد أكون معروف نوعاً ما. لا معروف أنت ولك معجبين فدوى القلب بس وجاي عندي شوية بعدهم بس ما جميل أو عندي جاي اليوم أنا ضيف مع إعلامية محترمة تسلم أشكرك قناة محترمة شكراً راح أقرأ جديدي بهذا المكان حتى يقول شيء من الوفاء لهذا المكان. عاماني مراً وقد أخفيت إحساسي على أهلي على صاحبي على ناسي أصير قبالهم واسكت وما يدرون شنو هاي المصيبة الضامها برأسي. تناديني جموع الناس يا ثملا وما بصروا نزول الخمر في كاس الله تاليها وعرفت الزين للموزين وكل من قلبه طيب يوقع بقاس. مرت علي من الأيام أصعبها بها ندمي وخذلاني ووسواسي راحوا من وقتها الجفن ممغمضة ولحد الآن لحد الآن حاير بي من أتوضأ الله أضم بصورته وخايف عليها تضيع وما أدري شلون ذب قلادتي الفضة. من فارقني من فارقني علمني المحبة حظوظ مو كل من أحبه كل من أحبه. الله سلامتك صح لسانك. الله يسلمك. رح ناخذك مكان هم بارتي شي 5 دقائق ومفاجأة كبيرة تنتظرنا. يلا وين جبتيني؟ وين جبتك؟ أنا أسألك. ما أدري. شو اسمه هذا؟ عروف. جبت كل شيء. وعفت كل شيء. ما أدري شلون جيت أمشي. اجيتك ردت اقول لك شوف ردنا نعوف كل شيء وما قدرنا نعوف وكون شوف حالي شقد لك ملهوف جبت كل شيء اللي يسولف بيك خيالي وصحوتي وطيوف جبت دقات قلبي القطة عن قلبي بجفاك سيوف وين القاك هي الموصوف لي وانا لك موصوف انا بلياك انا بلياك مدرش بي ما بي زلف وبلاية ترشيه درب ما بيه كل جي نهر نهر فاض وتبع ميه رجع بس ما لقى جوف. ألف رحمة على روح الجبار رشيد الشاعر العظيم اللي مر بالعمر هو مر بالعمر مر بالجبار رشيد مر مو بس بالشعر لا شعر هواي موجودين لا حتى كشخصية مر بالعمر مر بالإنسانية مر بالإنسانية مرة غريب بالعمر. غريب يحب الكل حرفيا أني أول إنسان شفته بحياتي يحب الكل جبار رشيد مهند جبار رشيد أريد أخذك هسه راح ندخل الفرع بيته هنا الله يرحمه راح نوقف يم بيته ما راح نزعجهم أكيد بس هيك شوية لمجرد 5 دقائق 6 دقائق نستذكر بعض الأمور إذا تسمح أنا يلا جداً يلا آسفة لا بالعكس لا بس أنا إحنا نريد حق إن نمس حزنك شوي الحزن على هيك شخص يستاهل مكسب مكسبي مكسب صحيح يلا يلا نخلي المستشفى أي صار زين
ورجع للنبض، رجع للحياة مرة ثانية. سبحان الله لحظتك حسيت بأنه الحياة متمسكة بجبار رشيد، ما هو متمسك بالحياة، وهو متمسك بالحياة. مرة ولا هو قال لي مرة كانت مستضيفة برنامج، قال لي جملة كلش غريبة. قال لي مهند تدري اليوم قعدت الصبح قعد عيني استغربت لين بعدنا عايش. شنو السبب؟ والله موجود. قال من التعب اللي تعبته هو كان مهمل النفسه كلش هواية، مو كان يحب يعني مو من هذا اللي يحكي اللي يهتم هو كان عايش على ويداري نفسه على حب الله. زين قلتها وارجع اقولها مرة ثانية، لو لم يكن جبار رشيد، لو جبار رشيد مو شاعر كان ما كان بشاعر اسمه مهند العساوي امانه. يعني هذا يعني هذا قليل من الناس. ما اريد ابكي بس المشكله لازم دمعه، يعني ما اريد ابكي يعني مكسب. بس جبار كلش هوايه تعلمت من عنده، تعلمت من عنده شعريا. انا يعني ما اخجل من عنده وقايل اكثر من مره كنت اخلي قصيده جبار رشيد اللي يكون يشوف اللي قراتها واكتب على غرارها ارجف خوف مثل خوف الجقارة الغافية وتنشال وتعاين ربوحة طوف. أنا كنت أكتب مثل ما ويكتب. الله شفته أول مرة أنا أرجف من شفته، يعني وجه لوجه، لأنه يعني معجب بيه، مقتدي بيه، معجب تقلده، متأثر بيه، كل شيء كل شيء متأثر بيه. مو قصدي تقلده، بس هي بالبداية تبدي تقليد ترى. بس يعني خالد قال إيش بيك خالد شكله أول مرة أنا ما كنت اعرف اني واصل له اصلا ما ادري صحيح من يحكي يقول ايش فيك خالو. ضحك قعدني يمه قال لا انت دائما ما يقول لي هاي الحكايه، يقول لي انت حليبك طاهر. الله الف رحمه على روح الجبار رشيد. اي ما نقدر نقول شيء، هذا قدر رب العالمين، بس وعد على نفسي والحمد لله تحقق بدون تخطيط بهاي الحلقه، بانه قلت ماكو ظهور شعري او اعلامي يصير بدون ما يذكر بي جبار رشيد. اكيد لانه هو صرح، يعني يعتبر هو صرح ماكو شيء يعني يقدر يشيله. عندنا خصمين بالشعر الشعبي، خصمين اسامي بدون ذكر اسماء بيناتهم خصام. الشعر مقسم نص اكيد ويا هذا الاسم ونص ويا هذا الاسم. هذول الاسامي الاثنين اذا مثلا فلان ويا ذاك الخصم الثاني ما احب. الوحيد اللي بهاي الدائره جبار كان يحب الاثنين والاثنين يحبوه يعني هم متزاعلين بس يحبون جبار، متفقين على حب جبار. هو درس صحيح. اكو شعر او قصيده انت ما مكملها صحيح؟ هي كانت المرثية مال جبار. اي ما كملتها ليش؟ لا انا راح اقول ليش. لان هوني له علاقتي به شعرية، لاني معتبر شاعر رشيد. نعم. جبار رشيد عفوا شاعر وتوفى، من الواجب اكتب له رثاء. بس انا ما حاسب شاعر. علاقتي به اكبر من يعني كشاعر والشاعر لا. بالضبط. او صديق الصديق اكثر اكبر. انا انحرجت للامانة. انحرجت دعيت لمهرجان جبار رشيد، المقام جبار رشيد، بالطريق كتبت 4 أبيات قلت على مود من نرتقي المنصه اقراها. اي تبلش بيها. ابلش بيها وبعدين اذا صارت اكملها، بس انا ما اريد لانه انا اذا اريد اقرا على جبار فراح اقرا من جبار، لان انا اكثر يمكن من اكثر الناس اللي حافظين قصائد جبار. قصائد جبار اكثر من قصائدك يعني لاحظت اني من اول ما طبعاً. وصلت لمنطقة الثورة. يمكن أنت سألتك على شعر أنت ما حافظه، هو شعرك أنت كاتبه وأنت وأنت يعني حاس بيها وعشتها. بس جبار القصائد عايشة بيك. اللي الخالصهم خلص وناموا على جروح الأمس ودبروا نوم وهم خلص واستغربوا وتفاجأوا شمعنا ما خلص امس. بدي يحكي علينا ليش هاي الحاله مدى تخلص اللي احنا عايشينها. ما خلصت سالوا واستغربوا معقوله ما خلص امس. وصوت المعلم يا غبي خليك عينك على الدرس. الليل الله. باقي من الصبح والشمس نامت للظهر الله. وراحوا يندهون الشمس، الشمس اللي هي باكر المستقبل. فهمت. ومن وصلوا الباب الشمس تدري ايش لقوا؟ حراس من جن وانس، عسكري يسد عين الشمس، كل خطوة مكتوبة خطر،
كل خطوة ممنوع اللمس، ممنوع ممنوع صوتك ينهمس. هذا مستقبلنا، هاي حياتنا اللي احنا عايشين. مسيرين ولا لسنا مخيرين. كان دائما ما يحكي هذا البيت. كون تشوف اريد كل شيء يتبدل، اريد اسم العراق اول، اريد الموت من يمر علي ما يخاف بس يخجل، اريد انولد مره وبعد ما اخاف من عدل، ما اموت من عدل. الله لمحت لك الف مره، لمحت لك الف مره وانت تعرض غايتي وما طاوعتني وسولفت لك سالفه عاشق خجول. ما اقدر بعد اكمل، ما اقدر والله، ما اقدر والله، ما اقدر. هذا هو، هاي كلش اسف، هذا اسف شباب والله ما اقدر. هذا قبل لا تصير شاعر صير انسان، قبل لا تصير شاعر وقبل لا تصير شاعر صير جبار. شلون النفسيه مهند؟ زين الحمد لله بوجودك. ها نفسية زينة؟ اي لا زينة كلش كلش؟ كله تمام. ايش قد بالمية؟ بعد ما خلصنا اكيد من بيت الراحل جبار رشيد. لا يعني انا هذا المكان حسيته يعني تاتشي، يعني كلش تعبك، ما قدرت وقفت. اي ما قدرت. صحيح؟ بس هي دائما ما انا دائما ما اقول يعني هاي الاحاسيس مو بيدنا. مو بيدنا ومو سيئة يعني مو ضرر واحد. صح. شو محضرتنا؟ هم تدري هم تدري هم تدري هم تدري أغنية كلماتك غناء الفنان تحياتنا إلى أحمد فؤاد الرائع الصوت اللي يجنن، أغنية ملحم زين. تعال اسمها مو وضحت لك اسمها. اي ان اثنيناتهم قصائد يعني اثنيناتهم حلوات تدور قلبك، اثنيناتهم حلوات بس كل وحدة لها لون وكل وحده لها احساس. اي اكو تفاوت صار يعني إيه؟ انا كنت متوقع اغنيه ملحم تضرب بالعراق. اي هي الحمد لله ضربت بالعراق، ضربت ضربت ببيروت او بس بيروت تنسمع اكثر جدا. صحيح. يعني اغنيه احمد حطوها بالكلبات وهيجي وبالمطاعم. اغنيه احمد غيرت القناه على يعني بصوره عامه، غيرت قناتي الشخصيه على تصوير الفيديو كليب، يعني مو شرط تكون الاغنيه مصوره كليب يلا توصل لهاي الاعداد من المشاهده وتسمعيها بالشارع وهاي التفاصيل. انا بالنسبه لي يعني مستمعه حبيتها بتدري، يعني لها فتاتش يجنن، لها فتحويلات بالكلام تجنن. نسمعها، نسمع مقطع شوي، نسمع من الاغنيه. يلا بعدنا بالطريق رايحين احنا المحطه الثانيه، مفاجات كثيره. اوكي اوكي انا احب المفاجات. ندهشك دهشه بحكيك شويه، نحزنه نخليك تحزن شويه، نفرحك شويه، نضحكك وبالاخير اكو هديه. اوكي اسمع. في العازة لك تدري شي حس القلب لما يريد عزازة. هسه مهند احنا وين؟ احنا بشارع المطار طريق السعادة. ايوه طريق السعادة صراحة. وعدي شخصيا شخصيا عندك واني لانه شخصيا عندك عرفت. من الشخص اللي تحب دائما تسافر وياه؟ من الشخص اللي احب دائما اسافر وياه اك يعني الونيس يعني صديقي محمد مثلا
عندي خالي كنت اسافر وياه دائما. اي يعني بس سبحان الله هم لازم واحد من عندهم ما تتوافق الصوره. اي يعني ما يصيرون سوا ها؟ ما يصيرون سوا ابدا، هذا مو ده شكل. اي وهذا مو ده شكل. فاني من اريد اسافر اشوف يا مود اللي شايفات اللي انا رايده. صدق. اي بالضبط. السفر حلو ممتع. ليش تحبه هو بالضبط؟ ليش تحب السفر هواي؟ يعني يتحرر من هوايقي وارتاح، ارفرش من الشغل. انا من النوع اللي بني سافر يقفل موبايله خلاص. حلو. بس احكي لي ايش قد اسافر؟ يعني ايش قد ابقى؟ ايش قد تبقى؟ يعني انا ماكو بحياتي شيء اسمه اسبوع. الخمس ايام ما يصير عن سته. ما يصير عن سته. اي نفسية هومسك. ها هومسك، يعني الحنين للوطن ما تقدر تشتاق. أيه. تشتاق لبغداد هواي. هوايه ولا اقول لك انت من يوم محافظه؟ انا من بغداد. يعني انت عزاوي من بغداد. اي انا عزاوي اصل الاصل. اي الاصل من دياله، من منطقه اللي عبوس. نعم. من حادث الله يسلمك. صدفه يوم من الايام انت ومسافر كتبت قصيده؟ انا من مسافر انا لا شاعر ولا شيء، تتحرر لا مقدم برامج. حلو حلو. لا خلاص خلاص يعني. لا خلاص حلو القيود، ما اريد شيء منكم خلاص الموضوع. بس هي متعه السفر يعني شايفه. دائما ما احب شغله اسويها مثلا اطلع حتى اتيه. حلو. اطلع تطلع يعني ما عندك فد؟ ما عندي مكان اروح له. مكان تتقصد له او لا؟ بس اظل امشي 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 لحد ما اوصل المنطقه انا وين خلص. يعني انا تيهت. حلو. هسه استمتع من ترجع. زين البلد اللي تحبه هواي المفضل عندك تروح تزوره دائما شنو هو؟ والله شوفي انا عندي هو بلد واحد يعني مو انا مو من النوع اللي احب يستكشف. اي فانا احب بس لبنان بيروت يعني على وجه الخصوص. يعني ليش تحب بيروت؟ لانه بيروت يتعاملون ويا السائح صح. يعني هو بلد لأنه سياحي صحيح. لانه جزء دخلهم كله معتمد على السياحه. اي فتشوفيهم يعرفون شلون يتعاملون ويا السائح. حلو. بحيث واحد يحس أنا دائماً ما أقول مثلاً شارع الروشة خلينا نقول الشارع الحمراء. أي أحس بأنه كله مهيئ حتى أنا أكون مستمتع. ثانياً بيها روح، مو مدينة مثلاً. يعني خلينا نقول نضرب مثال على تركيا. تركيا ما بيها جنسية، تركيا ما تشوفيها باسطنبول على سبيل المثال. بالضبط. أشكال وألوان ناس تشوفين، بس هاي الروح بالشارع ما إيه. مناظر طبيعية تشوفين أشكال وألوان وشي كله. زين شنو أحلى مكان ببيروت تحب تزوره؟ بيروت كلها. ها؟ كلها. ماكو عندك مثلا مرات أكو ناس يحبون الجبل مال بيروت، أكو ناس يحبون البحر مال بيروت. بيروت شوف بيروت فيها كل شيء. أنا أحب الفندق اللي أنا أقعد بيه. ليش؟ اللانكستر الأدن بيه. إيه. لأنه يصير هو يعني على البلاج. تمام. مسبح فوق نهاية العالم. حبه. يعني إيه يعني خلاص واحد يقعد يشوف هذا منظر البحر قدامه. لا موضوع مؤلم والله. غير. زين. إيش سؤال برايفت صغيروني. إيه. ما في يوم حبيت غير العراقية؟ لا 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 أبداً. عراقية عراقية عراقية. طبعاً طبعاً. مو عراقية شيء شنو اللي سولف وياها؟ إيش حكي وياها؟ إيش تدري إحنا شلون عايشين شلون يومنا شلون تواصلنا؟ لا العراقية حصرا طبعا. الزواج بالنسبة المهند شنو هو؟ الزواج بالنسبة المهند ارتباط شخصي. ارتباط رسمي شخصي. ارتباط شخصي. ارتباط رسمي. اخاف 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 تقول لي زواج اخاف اخاف يجي. سكيب سكيب يلا التالي التالي. شوي لحيت ببيروت مو؟ اي والله لا لا احكي بيها ايش قد ما تقدرين احبها. زين. احبها كلش لانه تحب حر بيروت. احب حرب بيروت، احب ناس بيروت، طبيعه تعاملهم ويا الساحه، احب طبيعه بيروت حتى يعني كل شيء كل شيء بيها انا احبه. وصار فتره اني ما رايح تعرفين. اني من بدت كورونا يعني من 2020 اليوم هذا ما سافرت، انقطع السفر فتره، من رجع انفتح ب يعني بضوابط معينه، وبعدها انا صارت عندي هوايه التزامات فما صار وايد مسافر.
فمشتاق لها. ايش قد ما تقدرين تحشين بيها انا قاعد اتخيل هسه هاي الطريق. اي هسه احنا بالطريق شارع المطار بس بالرجع تمام. اي بالرجع راح الف اخذك مكان. اي على مود اعيش الاجواء. اي هو ثاني اخذك اسافرك. أي. طريق سافرين ورجعك. سافرين الا من يصير عندك هومسك ارجعك. بالضبط. لا هسه ورا هاي هذا الانقطاع. أي. لا ما يصير هومسك ابدا. ما يصير هومسك يعني ترجع تسافر. بس شوفوني الطياره. يلا شوفك انا هسه ادري شنو اللي اريده. اي شايفه انت اللقطه من تقعدين. لا اوقفي ارقام ترى الموضوع مهين. اي صح شايفه من تقعدين وهاي اللقطه مال الشباك تفتحين تبعين تسوي باي باي. الله صح صدق يعني مو صدق شعور حلو امانه. يعني السفر هو سعاده يعني بالنسبه للعراقيين سعاده سعاده سعاده. لا يعني الموضوع موضوع كبير. بما انه انت يعني تحب طريق المطار شنو تسمعنا شيء من جديدك قبل القصيدة؟ قبل القصيدة المفاجأة هذه بما أنه أنت تحب السفر. شنو المفاجأة؟ شوف ترى أخذها هسه ترى لا إيش تأخذيها بعد أنا أخذها اشوف حتى هو جناح وطيران وقصص. هذا تيكت اوف بيروت الويكند راح تروح عظيم. هذا اي نهايه الاسبوع راح تروح تتونس وتجيب لي هديه بما انه انا صديقتك. اكيد طبعا اجيب لك هديه طبعا طبعا. وين كنتوا انتوا؟ هذا هو. لا 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 انغام. لا لا صدمتيني والله. لا المفروض تجيب يعني ليش ما استضافتيني من وقت؟ ها ليش ما استضافتيني من وقت؟ ليش؟ وبس ما احتاج انت خلاص قبل العوده. والعوده مفتوحه على كيف كيفك. انا حجزت لك نهايه الاسبوع الخميس اعتقد مو مكتوب الخميس. ايه شلون يوم حلو شلون يوم عظيم شلون يوم عظيم يجنن. لا 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 تتونس 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 ان شاء الله هاي واي يعجبك. فاجئتيني برنامج هاي واي يعجبك. وراي القفله صراحه وراي القفله. شوفي راح اقول لك على شغله. احنا دائما يصير عندنا هاي حالات مال ضيوف يتاخرون يعتذرون بالوقت بدل الضايع شايفه. انا موجود شو كنت ما هذا هو اتفقنا. عمي يوسف العزاوي مصعب عمار سجاد كلكم ماكو بعد ماكو بعد. اي هاي شو كنت ما هاي حصرا ما نبي العزاوي هاي ثابت. اي سويك ثابت هم حلوه الفكره. اي حتى كل فتره نقدم انا وياك برنامج والضيف نجيب نقعد هنا ونتقاسم وياك. اي لا لا ما كنت كل سعيد والله. انا كلش فرحانه لانه شفتك وتعرفت عليك يعني شرف لي. وهاي الشخصيه الجميله الحساسه الترفه اتمنى لك كل خير واشوفك افضل شاعر بالوسط العربي ان شاء الله. شو انا قلت لك كل السعيد برنامج كلش حلو. انا كلش فرحانه. شيء فني تحسين بيه عفوا تغيير جو كلش لطيف. هو البرنامج بحد ذاته سفره. انا اتمنى لك كل التوفيق بخطواتك من ذوقك قادمه. تسلم ونصير اصدقاء بعد. احنا خلاص بعد صرنا بعد ضفتك بالسناب وضفتني بعد كل التاقات الف الا تاقات الف. انتظروا تاقات انتظروا تاقاتنا. مهند قصيده نختم بيها. نختم بيها اوكي البرنامج برنامج هاي واي. واكيد نقول لكم مشاهدين انتظرونا بحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع القادم. ضيف دائما في اي بي بمحطات جديدة وحلوة ومفاجآت أحلى. بس مو أحلى مفاجأة مهند تدور كلمة يعني أقول لك تدري وياي ظنك صار شر بشر. الله وقرارك ما يحاتي وعطفك يتكتر. الظلام بداخلك ما يقتنع بالنور. عمرك ما شريت تخاف لا تخسر. الله وأنا اللي خليت روحي ببحرك وعييت خمس سنين عندك ما حظيت ببري. جزاك الله خير وزادك وعافاك. سؤال بداخلي ويا ريت يتفسر شنو نوع العلاقه اللي بينك وبيني. الله شنو نوع العلاقه اللي بينك وبيني لا عايفني اموت ولا مداويني. الله شنو هذا اللغز ما تحبني بس تغار ما رايدني بس تخاف تنطيني.
ابني وبالحرب. اي تنزل لي جاز اسبوع. أي. وانا سنين يمك ما تكفيني. الله الله عليك. صح لسانك.